من أشهر ما يحتجون به قول الله تعالى في سورة النحل: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد أثبت أنا بالأمس على الأقل، وهذا لا ينبغي أن يجادل فيه كثيرا، أثبت أنا قرآنيا أن هذه الآية ليست نصا فيما ذهبوا إليه. الآية لا تقول بطريق النص، تعرفون معنى النص باللغة الأصولية، يعني طريقة قطعية أيضا، يعني الآية لا يفهم منها إلا معنى واحد فقط، هو أنه نزلنا إليك الذكر لكي تشرحه وتفسره للناس. لا، يمكن أن يفهم منها، وهي طريقة أقوى كما أعتقد إلى الآن على الأقل وقد أكون مخطئا، يفهم منها أن معنى التبيين هنا الإظهار وعدم الكتم. والعجيب أن الآيات الكثيرة تدل على هذا، الآيات تدل على أن معنى التبيين الإظهار، ألا يكتم، أن يتلى. ذكرت لكم مثلا قول الله تعالى في سورة المائدة: قد جاءكم، خاطب أهل الكتاب، يا كتابي قد جاءكم رسولنا يبين لكم، مش إن لهم، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. فجعل إيه التبيين بإزاء ماذا؟ الإخفاء. لذلك قال بعضهم في تفسير آية النحل: لتبين للناس ما نزل إليهم بيانه تلاوته. يعني ما تدسه، ما تخبيه، بلغ يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فصار التبيين هنا بإزاء ماذا؟ الإخفاء. فبيانه تلاوته. لماذا هذا المعنى قوي؟ بعدين البينة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو. إذا إيش البينة؟ تلاوة. وهذا، شفت القرآن كيف؟ هذا هو الدرس الموضوعي للقرآن الكريم. تأتي به اللفظة تدرسها في كل الكتاب وترى كيف القرآن نفسه يفسرها. هذا هو البيان، أن يتلى، أن يظهر، ولا يخفى ولا يدس ولا يخبأ أو يخبأ. هذا هو، هذا محتمل. واحد يقول: لا، هذا يعني رأي وقد، لكن هذا الرأي بمجرد أنه موجود والقرآن يشهد له، فارقت به الآية النصية المزعومة. فلا يقال إن آية النحل نص في أن النبي له صلوحية ماذا؟ أن يفسر وأن يشرح وأن كذا. واحد يقول: لي عجيب يا أخي، طب أنت قبيل قليل. طبعا أنا يعني من أكثر الناس ربما الذين يتهمون بالتناقض، ودائما أقرأ هذا في التعليقات وأضحك. طبعا ليس من السهل أن تتهم أحدا بالتناقض قبل أن تحاوره. في طبعا مش هقول لك دائما، خلينا نقول في معظم عشان أكون متواضعا يعني، بس في الحقيقة لأنه لو وقعت على شيء سأعود عنه على المنبر كمان. تناقضت يا دكتور مع نفسك. لم أتناقض، أنت لم تفهمني، لم تستوعب النظرية، ماذا أفعل؟ اتهمني بالتناقض، أنت حر لكن أنت لم تفهم. إيه؟ قال لك أنت قبيل قير قلت: هل يسوغ أن يحرم رسول الله من النظر في الكتاب والفهم فيه؟ صحيح؟ طب وأنت الآن تقول: ليس هذا محل النزاع، هذا مضمون لي ولك. كل مسلم مأمور بأن يتدبر في كتاب الله وأن ينظر في كتاب الله، فكيف برسول الله وعليه أنزل؟ ليس هذا محل النزاع. محل النزاع نريد دليلا من كتاب الله، نريد دليلا من كتاب الله أن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام حين ينظر في كتاب الله ويفهم ويستخرج وكذا ملزم لنا، كلامه حجة، فهمه حجة، يعني حجية السنة مرة أخرى. واضح يا إخواني؟ أين هذا؟ نريد الدليل القطعي في دلالته. نتحدث عن مستوى الكتاب، كل آية قرآنية قطعية الورود ما في كلام، بس الدلالة، أريد دلالة قطعية. هذه ليست دلالة قطعية. لماذا؟ لأن التبيين هنا لتبين، ليس بالضرورة أن يكون بمعنى إيه؟ الشرح والتفسير وتخصيص العام وتقييد المطلق وتفصيل المجمل، ليس بالضرورة، بل ظواهر الكتاب دالة على أن التبيين بمعنى إيه؟ عدم الإخفاء، عدم الإخفاء. شرحته أمس، لا نطول. بضميمة كمان يضح الأمر أكثر يا إخواني، بضميمة ماذا؟
بضميمة أن القرآن ذكر في آي كثيرات أنه كتاب بين، أنه كتاب مبين، أنه آيات بينات، أنه آيات مبينات، أنه نزل تبياناً لكل شيء، صحيح؟ طب مثل هذا الكتاب معنا بحسب هذه الآيات يبدو أنه غير محتاج إلى ماذا؟ إلى الشرح والتفسير بالمعنى الذي فهموا به وعليه كلمة لتبين للناس، ما يحتاج. ويقول لك أنا أبين، أنا أبين، أنا مفسر، أنا مشروح. غريب، لكن كما قلت في خطبة أمس هذا لا يقضي حق الموضوع، لا يقضي حق إيه؟ الموضوع. لماذا؟ كل واحد أيضاً مضطر أن يذعن وأن يسلم، وأنا أول الناس، أننا لا نجد على الأقل بشكل مفهوم وواضح أعداد الصلوات، كيفيات الصلوات، كيفيات تفصيلية للحج والاعتمار، ما يختص بالزكاة وأنصباء الزكاة وما يتعلق بهذه الموضوعات، وهكذا في سائر شؤون التشريع. ومن يزعم عكس هذا يكون مكابراً، يكون مكابراً. فقطعاً هذا يدخل في إيه؟ في عمل النبي، في مهمة النبي. النبي لم يكن ساعي بريد، كتاب نزل على قلبه الشريف أكيد، لكن أين الدليل؟ أين الدليل؟ الآن يستدل بعضهم بنحو قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وين وجه الدليل هنا؟ وين وجه الاستدلال بالآية من سورة النساء؟ الطاعة المستقلة المدلول عليها بإعادة العامل. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول، لا، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، قال لا. ففهم أيها الإخوة من إعادة العامل وهو الفعل أطيعوا الذي نصب به الرسول، وأطيعوا الرسول وأولي منصوبة بالعطف، فهم منه أن النبي يطاع استقلالاً، هذا دليل أقوى من لتبين للناس. ليش طيب؟ هذا يخدمنا لتبين. وأطيعوا الرسول إذا طاعة مستقلة بإعادة العامل. لو كانت طاعة أيها الإخوة مقرونة غير مستقلة، طاعة تبعية، لقال إيه؟ وأطيعوا الله والرسول. هناك آيات كثيرة أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله ورسوله، لكن هنا الآية واضحة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بمعنى أن هذه الطاعة المستقلة ليست مشرطة أو مشروطة بالرد إلى الكتاب، بمعنى أن يقول مؤمن أو مؤمنة: نعم يا رب، لبيك، نحن نطيع رسولك فيما وافقك، فيما وافقك من كتابك، بنشوف أي شيء يأمرنا به ينهانا عنه يشرح يقول لنا بنشوف، نعيد الكتاب، إن وضع الكتاب أخذنا به، طاعة تبعية تبعا للكتاب. الله قال لا، أنتم الآن افتريتم وكذبتم ولم تفهموا كلامي، أنا قلت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بمعنى أن الرسول تجب طاعته عليه الصلاة وأفضل السلام دون شرط الرد الكتاب. لا تصدع دماغك، راح لرسول الله بدنا نشوف كلامك هذا بيتفق مع القرآن، هذا تقول لعالم، لمجتهد، لصحابي، لأبي بكر، لعمر، لفلان، لا يقال لمحمد عليه الصلاة والسلام. طبعا راح تقول لي لا، هنا لم نفهم. انتبهوا، هذا شيء دقيقة وعميقة، بس القرآن أعمق بفضل الله، القرآن هو الهداية، هو الأضواء الهادية. واحد يقول لي هذا يتناقض يا أخي، الصحابة أنفسهم لم يفهموا هذا الفهم، ليش؟ هتقول لي هاي الحباب ابن المنذر في بدر قال له: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والخدعة والمكيدة؟ تعرفون الأثر صحيح؟ طبعا يريد أن يعرف، يريد أن يعرف. لما سأله السعدان ابن معاذ وإيه وابن عبادة سيدا الأنصار لأسوة الخجرة: يا رسول الله، هذا شيء أمرك الله به أن تعملي هذه المفاوضة مع غطفان، أن نعطيهم ثلث ثمار المدينة على أن يعودوا ولا يشرك المشركين
الأحزاب في الحرب علينا هو الإلب؟ شيء أمرك الله به؟ أم شيء تحبه؟ أم شيء تصنعه لنا؟ قال بل هو شيء أصنعه لكم، أنا رأيت الناس قد تألبوا عليكم فأردت إيه؟ أن أخفف عنكم. قالوا لا نعطيهم إلا السيف إلى آخر خبر. طب هاي الصحابة ما هو مشكلة ماذا؟ معناك بالعكس هذه المواقف وهي كثيرة من الصحابة الكرام عليهم رضوان والرحمة تؤيد كلامنا أن طاعة الرسول استقلالية. لماذا يا أخواني؟ لماذا؟ عودوا إلى خطبة أمس حين نقول الرسول مش النبي، مباشرة يفهم هذا ويحيل على ماذا؟ يفهم ماذا ويحيل على ماذا؟ على الجنبة أو الجهة التشريعية لرسول الله. شو الجهة التشريعية يعني؟ التبليغية، كمبلغ شرع، مبلغ عن الله تبارك وتعالى. النبي يبلغ عن الله في الشؤون الدنيوية، في الشؤون غير التبليغية المفروض إيه؟ أن يخبر بماذا؟ النبي. وليس في كتاب الله آية واحدة تقول أطيعوا النبي. بمعنى الآن محمد صلى الله عليه محمد وآل محمد حين نزل ذلك المنزل في بدر، هل نزله كرسول أو كنبي؟ كنبي. هل تلزم طاعته الصحابة؟ لا تلزم، هم أحبوا أن يعرفوا. حين نزلته ونزلته كنبي أو رسول؟ كنبي، قائد أمة، قائد عسكري، إمام، اجتهاد من عندك، لا تلزمنا، لنا وجهة نظر، هذا المنزل ليس هذا بمنزل، قال له ليس هذا بمنزل. أما إن نزلته كرسول تبلغ عن الله ما في كلام، خلاص نحن نسلم مباشرة ونعلم أن الخير كله في اتباعك. الآن أطيعوا الله وأطيعوا النبي ولا أطيعوا الرسول؟ أطيعوا الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام. طيب هذا حل شيئا وعقد شيئا آخر، إيش هو؟ طيب هتقولي بما أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس له في موضوع التشريع إلا البلاغ، لقوله تعالى إن عليك إلا البلاغ، فما هي الفائدة التي استفدناها وما هي الجدوى التي أجداها تكرير العامل وإفادة أنه يطاع مستقلا؟ فهمتم علي؟ فالمفروض إيه؟ أن الطاعة المستقلة كالطاعة التبعية، فسواء أقال الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أو قال أطيعوا الله والرسول نفس الشيء، لأن النبي لا يشرع من إيه؟ من لدن نفسه، إنما هو مبلغ تشريع. لا،